قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن قواته عززت مواقعها في منطقة كورسك الروسية بعد نحو أسبوعين من عملية التوغل. Сьогодні ж генерал Сирський доповідав щодо продовження нашого руху в Курській області. Операція триває саме так, як ми і розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції, плацдарм нашої присутності стає сильніше. І також дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд за рахунок нових російських військових полонених. Це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону. أعلنت السلطات الأوكرانية أنها أحبطت هجوما استهدف كييف شنته روسيا باستخدام صواريخ باليستية من دون أن تشير إلى وقوع إصابات وأضرار. وأضافت السلطات الأوكرانية أنه من المرجح أن تكون هذه الأسلحة صواريخ كورية الشمالية من طراز كاي إن 22 أو 23، مشيرة إلى أنه تم اعتراض الصواريخ لدى اقترابها من العاصمة. أظهرت صورة التقطتها الأقمار الصناعية جسرا مدمرا فوق نهر السيم في منطقة كورسك الروسية، والذي قالت موسكو إنه تعرض لضربة أوكرانية. حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من انتهاء التصعيد مع روسيا بتدمير أوكرانيا إن لم تجلس على طاولة المفاوضات. وقال لوكاشينكو إن التصعيد من جانب أوكرانيا يستفز روسيا لتتخذ إجراءات جوابية مماثلة، من بينها استخدام السلاح النووي. وأضاف الرئيس لوكاشينكو أن صواريخ إسكندر البيلاروسية قادرة على حمل رؤوس نووية، وأن الحدود البيلاروسية محصنة أكثر من أي وقت مضى. كما أشار إلى وجود أكثر من 120 ألف جندي قامت أوكرانيا بنشرهم على الحدود مع بيلاروسيا. هذا وهدد الرئيس البيلاروسي بأن جيشه سيكون في حالة هجوم إذا ما تعرضت بلاده لهجوم على غرار ما حصل في كورسكا. На білорусько-українській границі більше 120 тисяч військ України. Вони тримають на нашій границі. Видя їх агресивну політику, ми ввели туди і розмістили в определенних точках, так як це в случае війни оборони було б, розмістили наших воєнних. Білорусько-українська границя замінірована так, як ніколи. Войн таких не было, что было такое минирование. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه تم توجيه دعوة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لزيارة محطة كورسك للطاقة النووية. وأضاف أوليانوف أن زيارة غروسي المرتقبة لمحطة كورسك للطاقة النووية ومدينة كورشاتوف التابعة لها خطوة غير اعتيادية، لكنها مهمة للغاية وفي الوقت المناسب في ظل الإجراءات المتهورة للجانب الأوكراني على حد وصفه. بدوره قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن وضع السلامة في محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا آخذ في التدهور، وأن هناك تصعيدا في المخاطر المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين. ونقلت وسائل الأمن الروسية عن الإدارة الروسية لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية أن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة على طريق يستخدمه موظفو المحطة. ومعي من موسكو مراسلة الشرق ديالا الخليل. ديالا أهلا بك معنا. ديالا، إذن تطورات متسارعة على مدى 10 أيام من التوغل الأوكراني في المناطق الروسية، وصلت حتى هذا الوقت لأن روسيا تتفاوض مع كييف بشأن تجنب استهداف البنية التحتية في كورس كما تنقل بعض وسائل الإعلام.
نعم، أهلا عبد الرحمن. لو بدأنا بالشق العسكري، اليوم كان هناك بيان لوزارة الدفاع الروسية الذي أكد بأن القوات الروسية تمكنت من القضاء على نحو 300 جنديا أوكرانيا من بين أولئك الذين توغلوا إلى مقاطعة كورسك ودمرت عددا من المعدات التي جلبتها القوات الأوكرانية. كذلك الجيش الروسي شن ضربات صاروخية على مقاطعة سومي الحدودية، سومي الأوكرانية الحدودية المتاخمة لمقاطعة كورسك، حيث قامت القوات الأوكرانية بالتوغل إلى المقاطعة الروسية. الجيش الروسي يؤكد استمرار هذه العملية، خاصة وأنه منذ فترة وجيزة أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الأولوية في الوقت الحالي للقوات الروسية تكمن في طرد القوات الأوكرانية من داخل الأراضي الروسية. أيضا كان سبق لهذا البيان تصريحات لجنرال عسكري روسي في وزارة الدفاع الذي أكد بأن الوضع في مقاطعة كورسك تحت السيطرة، وبهذا التأكيد ينفي الرواية الأوكرانية التي تتحدث بأن قواتها تتقدم أكثر نحو العمق الروسي. ما يخص المفاوضات، واشنطن بوست نشرت أخبارا أو أنباء معلومات تتحدث بأن كان هناك مفاوضات جمعت موسكو وكييف من أجل سلامة مرافق البنية التحتية الحيوية، خاصة ما يخص محطة كورسك للطاقة النووية ومحطة زاباروجيا أيضا. لكن اليوم تحدثت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هكذا أنباء، وأشارت أنه لا يعني عندما تم الحديث عن أن وجود أن التوغل الأوكراني إلى داخل مقاطعة كورسك الروسية عرقل إجراء مثل هذه المفاوضات، فزاخاروفا اليوم أكدت بأنه لا يوجد شيء يمكن عرقلته، لأن أصلا لا يوجد هناك مفاوضات بين كييف وموسكو، خاصة بما يخص مرافق البنية التحتية الحيوية. وهي أيضا أشارت بأن التهديد لسلامة محطتي الطاقة النووية كورسك وزاباروجيا يأتي من تصرفات القوات الأوكرانية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، خاصة وأن القوات الأوكرانية في هجماتها إن كان على الأراضي المنضمة إلى روسيا وبما في ذلك محطة زاباروجيا الموجودة في مقاطعة زاباروجيا تحت الواقع تحت سيطرة القوات الروسية، والآن في مقاطعة كورسك، فهي تستخدم بشكل تام الأسلحة التي ضخها الغرب إلى الجانب الأوكراني. فهذه التصرفات لا. تهدد السلامة في محطتي كورسك وزاباروجيا، وهي أيضا أكدت بأن القوات الروسية تعمل ما في وسعها لإبعاد هذه التهديدات، لأن بحسب الرواية الروسية الجانب الروسي لا يقوم باستهداف المواقع التي يوجد فيها المدنيون على عكس ما تقوم بها القوات الأوكرانية. بشكل عام العمليات على محور كورسك متواصلة بحسب الجيش الروسي، وهناك مساعي لطرد عدد أكبر من القوات الأوكرانية الموجودة داخل مقاطعة كورسك، وهناك أيضا أعداد بحسب الجانب الروسي سيتم القضاء عليها في هذه المقاطعة. نعم عبد الرحمن، شكرا لك من موسكو مراسلة الشرق ديال الخليلي.